حل المثلث اي بي سي الذي فيه اي 15 وبي سي 17 وميجر انجل بي 60 زي ما اتفقنا. هعمل الجدول ده، اكتب الضلعين والزاويه واشوف ايه. طالما مديني زاويه واحده بدأ قانون جيب التمام، لو مديني زاويتين وانا جبت الثالثه يبقى قانون الجيب. طب قانون الجيب التمام بيشترط ان يكون الثلاث اضلاع موجودين. هو مديني ضلعين، فاضل الثالث. الثالث اجيبه ازاي؟ اكتب بي سكوير ايكوال اي سكوير بلس سي سكوير ماينس 2 اي سي من غير بقى سكوير، من غير بار 2، كوزين بي، بي اللي هي الزاويه، واعوض واجيبها على الاله بقى كلها. طلعت الاجابه مثلا 324. طيب اقوم اخليها جذر التربيع، جذر التربيع يبقى كام؟ 18. وما ننساش اخد الجذر التربيع، يبقى يطلع من الضلع. طب طالما انا كملت الثلاث اضلاع، الزوايا بقى ايه؟ امرها سهل، الزوايا امرها سهل، لان هبتدي اعمل ايه؟ انا عايز اجيب زاويه ايه مثلا؟ اقوم كاتب كوزين ايه، لان هو ده قانون للاضلاع وقانون للزوايا. كوزين ايه؟ القانون بتاعه ازاي؟ هي ايه؟ يبقى بي سكوير بس سي سكوير ماينس اي سكوير. يبقى عشان هي ايه؟ يبقى بي سكوير سي سكوير ماينس اي سكوير اوفر 2 بي سي من غير سكوير بقى. من غير سكوير. هو القانون ده اصلا مشتق من ده اساسا. تمام؟ بس انا لما احفظه يبقى اسهل. يبقى طالما الاقي دي ايه؟ يبقى بي سي، وفي الاخر هنا الاقي ايه؟ الاقي بي زي زي. وهتلاحظ برضه مفيش الا زاويه واحده في المساله، كل اضلاع. زاويه ايه اللي هي كابتن، والباقي كله اضلاع. دلوقتي بقى انا ايه؟ عشان كده بقول كان لازم نجيب الضلع الثالث ليه؟ كده انا عندي الثلاث اضلاع موجودين، اعوض اهو اهو اعوض، يبقى دي سكوير عندي 18 سكوير بلس 17 سكوير ماينس 15 سكوير اوفر 2 تايمز 18 تايمز 17 على الكالكوليتر بقى اقواس كلها. الاجابه بتاعتي يا جماعه لازم تطلع 0 بوينت حاجه، لو اجابتي ما طلعتش 0 بوينت حاجه يبقى انا غلطان. لو اجابتي ما طلعتش بلف تاني، لو اجابتي طلعت مثلا 1 وانت هتكتشف انك غلطان بنفسك ليه؟ طلعت 1 طلع هنا 2 طلع اي رقم هنا غير الزيرو، اعرف انك هتبقى غلطان. هتيجي تعملها على الاله، لان انا دلوقتي دي كوزاين ايه؟ انا عايز زاويه ايه نفسها؟ فهضطر اعمل شيفت كوزاين. شيفت كوزاين للاجابه. هاجي اعمل شيفت كوزاين للاجابه لو الاجابه يا جماعه معديه الواحد، يعني واحد وشويه، الاله هتقول لي اف. الاله هتقول لي اف. فانا هعمل شيفت كوزاين بقى 0.38، هتقوم طالعه مثلا سي سوا طلعت ايه؟ 50 مثلا. خلاص دي الزاويه بتاعتي. الزاويه الثالثه بقى ما فيهاش مشكله ليه؟ يعني انا هطبق قانون الجيب مرتين بس، مره اطلع ومره زاويه. الزاويه الثالثه ما فيش فيها اي مشكله ليه؟ لان ال هجمع دول واطرح 180 بس. الزاويه الثالثه مش لازم اجيب لها قانون ثاني بقى، انا مش لازم اطبق كوزاين سي. هجمع دول واطرح 180 يبقى زاويه سي او ميجر انجل سي. هقول ايه؟ 180 ماينس الانجلين الموجودين عندي اللي هم 50 و6، هلاقي الاجابه طلعت 70 بس. يبقى دي الزاويه الثالثه اللي هي 70 و10. انا كده كتبت ثلاث زوايا. يبقى تاني هقولها تاني عشان بس حد فاهم الاخر. هو كان مديله الضلعين، الضلعين وزاويه. فانا جبت الاول الضلع الثالث بقانون الاضلاع اهو كتبته، وخدت جذر تربيعي او سكوير روت طلع 18. طيب تمام. بعد ما جبت الجذر التربيعي او جبت القانون بتاعي، ابتديت بقى ايه؟ احاول اجيب زاويه من دول، ولتكن زاويه ايه؟ جبتها ازاي؟ بقانون كوزين ايه؟ جبتها بقانون كوزين ايه؟ وقمت معوض وخلاص ايه؟ مطلعتها. ما انساش اعمل شيفت كوزين، شيفت كوزين. طيب هو ممكن يكون جايب لي ايه بقى؟ برضه ده زي ما جاب لي ممكن يقوم مزود لي في الاضلاع اكتر ويشيل الزوايا خالص بقى، يعني هو عامل لي كده اهو. حل المثلث ادي ضلعين، يقوم مديني الضلع الثالث بقى ويشيل الزوايا خالص. شيل الزوايا خالص ويبقى ايه؟ وبي سمول مثلا ب 18. فانا لو عملت الجدول بتاعي، لان الجدول ده بيلخص لي المساله اهو، لو عملته هكتشف ان ايه؟ ان الثلاث اضلاع موجودين، ودي طبعا مصلحه جدا لان القانون طالما ما فيش ولا زاويه موجوده بدا القانون يجيب التمام على طول. الزاويه كلها فاضيه. وايه وبي وسي موجودين؟ 15 بي 18 سي 17. طالما الثلاثه دول يا جماعه مش موجودين بدا اجيب تمام على طول. جيب تمام.
هتجيب التمام بيشترط الثلاث اربع موجبين، الثلاثه موجبين. طب انت عايز بقى تجيب الزوايا، يبقى انا كده هضطر اجيب ايه؟ زاويتين بقى، ما عنديش ولا زاويه. هضطر حتى اجيب زاويتين. هقول هنجيب مثلا زاويه ايه ودي؟ يبقى هكتب كوزاين ايه؟ بي سكوير بلس سي سكوير ماينس اي سكوير على 2 بي سي. واو. بي سكوير هو 18 سكوير بلس، على فكره دي ممكن تعمله من غير براكت يعني، من غير بلس سي سكوير اللي هو 17 سكوير ماينس 15 سكوير اوفر 2 تايمز 18. دول بقى اللي في براكت عايزين هم تايمز، مش عايز تحط براكت حط علامه ضرب عادي مش غلط. لو مش عايز تحط براكت حط علامه ضرب عادي. طيب اللي يعني ممكن في ناس ما يحبش يحط براكت، مفيش مشكله. يبقى 2 تايمز، بس خد بالك دي تايمز مش اكس يعني. 18 تايمز 17. هتحسبها برضه هتطلع مثلا 0.26 مثلا حاجه. لازم اجيب لها ايه يا جماعه؟ شيفت كوزاين. شيفت كوزاين دي الاجابه. الاجابه اللي طلعت دي. طب شيفت كوزاين للاجابه هتطلع مثلا 70. خلاص يبقى كملنا الزاويه الاولى دي جبناها ب 70. طيب محتاج اجيب كمان زاويه، واحد حب يجيب زاويه سي مثلا، عشان كل مره بنجيب دي حب يجيب زاويه سي. زاويه سي اضطر بقى غصب عننا كده نطبق القانون مرتين. يعني لاحظ في مسألة جيب التمام إن أنت هتضطر تطبق قانونين، يا واحد أضلاع واحد زوايا يا اتنين زوايا، يعني لازم هتطبق قانون مرتين. زائد سي هي سي ده اي سكوير بلس اي سكوير ماينس سي سكوير، كل ده أضلاع على 2 بي 2 اي بي على 2 ده في ده من غير إيه؟ من غير باور. بعوض أهو اي سكوير 15 سكوير بلس 15 سكوير ماينس 17 سكوير على 2 تدي اللي هي 15 تدي اللي هو 18، وطلع الاجابه طلعت مثلا 0.38 مثلا. هعمل برضه تاني شيفت كوزاين تاني، شيفت كوزاين تاني دي الاجابه اللي طلعت دي مثلا. ساعات الاجابه تطلع بالنيجاتيف عادي مش غلط، خد بالكوا يعني، مش شرط تطلع بوست في كل مره. طلعت بالنيجاتيف مفيش اي مشاكل برضه، المهم نكون زيرو، المهم رقم بيكون زيرو ما يكونش 1. مش مشكله الارقام اللي هنا مهما بتكبر، مش مشكله ده لازم يكون زيرو، والا الاله هتقول غلط، الكالكوليتر هتقول غلط. قامت طالعه مثلا سي 6 مثلا، او قالت لي اي تي مثلا، خلاص بدي 7 ودي 80. اقدر اجيب السواء اللي فاضله دي ازاي؟ اهو ميجر انجل بي، مش محتاج بقى انا دلوقتي اقوم قايل 180، مش محتاج اطبق القانون مره ثالثه بقى. 50 بلس 80 هتطلع لي 50. يبقى انا كده كملت كل الزوايا وكل الاضلاع كامله تمام، وبقى خلصت ايه؟ مثلث. هراجع برضو تاني على الجماعه، احنا رجعنا على السايد لو ورجعنا كده على الكوزين لو، راجع برضو على الحاجات القديمه اللي هي بتاعت ايه؟ اللي هم بتوع الدوال المثلثيه السته. هم لو جاب لي قال لي مثلا اوجد النسب المثلثية الستة الرابعتي مثلا بي ودي بس، يعني زاوية ايه وزاوية بي، وقام يديني مثلث كده. طبعا طالما ايه وبي هتلاقي ايه وبي هما الزوايا الحادة، وهتلاقي سي هي الطريقة. طيب انت كل ما عليك اشتغل على البي ده، اشتغل على البي ده، وهيقوم مديك مثلا ده 3 وده 4 وده 5، مش هيديك ده. قوم انت جايب ده على طول. بجيب ده ازاي؟ دي سي ده اهو سكوير روت 5 باور 2 ماينس 3 باور 2، هيقوم طالع فوق. كويس قوي. اللي في وش الزاويه ده مقابل وده مقابل وده مقابل. الحمد لله كله في الامتحان عمل دي. طيب نبتدي نشتغل الاول على زاويه دي. هجيب ساين بي، يعني هجيب ساين بي كوزين بي تاني. طيب هي الساين كانت ايه؟ كانت مقابل على وتر. الكوزين كانت مجاور على وتر. التان كانت مقابل على مجاور. ابتدي اعوض بقى، مقابل على وتر يعني 3 على 5، مجاور على وتر يعني 4 على 5، تان بي مقابل على مجاور يعني 3 على 4.
بالمره قبل ما انسى اقوم جايب ايه اللي هم بتوع زاويه ايه بقى؟ ساين ايه وساين ايه تاني. ليه؟ لان هم هيعكسوا مع دول. هيعكسوا مع دول ازاي؟ من زاويه ايه؟ يعني دي هتبقى جانب ايه؟ يبقى ده هتبقى جانب 3 على 5. طب ودي هتبقى جانب ايه؟ هتبقى 4 على 5. طب والاجابه دي هي دي بس متشقلبه، يعني هتبقى 4 على 3. بس كده انا جبت دول، بس كده انا جبت الثلاث نسب المثلثيه. فاضل كمان ثلاثه، ساين عكسها كوسيك سي اس سي، هتشال دي بس اللي هو المعكوس الضرب او الايه مالتيبليكيتيف انفرس. يعني ما تظهرش اشارات. عايز تجيب السك اهو هيبقى 5 على 4. عايز تجيب ال هنا قدام دي هتبقى 4 على 3. طيب هنا برضو نفس القصه، الساين عكسها كوسيك ايه هتبقى 5 على 4. الكوزان عكسها سك برضو، بس دول بقى كلهم ايه؟ كلهم كانوا بي، فهيبقى 5 على 3. التان عكسها كوتان هيبقى ايه؟ 3 على 4. دي برضو كانت توجد النسبه المثلثيه السته. نرجع لقدام خالص اللي هو المثلث ايه 30 60. قلنا لما كان بيجيب لي مثلا تراينجل كده يقول لي الانجل دي 30 ودي 60 ويقول لي ده 5، وانا عايز اجيب اكس واجيب واي. بس انا عمال اجيب الوتر ده اللي هو اكس، اخد ال 5 دي اعملها 5. طب ما اجي اجيب الواي ده، ما اجيب الواي ده وناخد ال 5 نعملها تايم زيرو يطلع 5. يبقى هيطلع عامل بس الاجابات الاحمر عشان تبقى باين، ده يطلع 10 ده يطلع 5. طيب نفرض ان هو جه لعب معايا في ده، قام جايب لي ده ايه؟ انا قام جايب لي ايه دول؟ رقم ما فيهوش كود في ايه؟ انا قام عامل لي كده، قام عامل لي كده، قام قايل لي دي 30 دي 60 وقال قايل لي السايد دون قال لي عليه 18 مثلا، وطلب مني ده وطلب مني ده. اقوم انا عامل ايه بقى؟ طالما جاب لي ده يا جماعه هو ده نتج منين؟ لما انا عملت 503 هنعكس الكلام، ولقيت ناس كتير الحمد لله في الامتحان عاملها صح. هنعمل ال 18 ديفايدد وال 3. طب اشمعنى ال 8 ديفايدد؟ لان هو كان ناتج منين؟ ان انا عملت اهو كنت عامل 503 عشان اجيبه، فنعمل له العمليه العكسيه ديفايدد وال 3 فيطلع 6 وال 3. فطلعنا ده اهو 6 وال 3. طب لو انا عايز اجيب ده، ده طبيعي ده بيستنى طبعا بيتعمل ده تايمز بس وخلاص. انا عايز اجيب الواي اهو يبقى 6 روت 3 هعمله تايمز 2 هيقوم طالع لي 12 روت 3. ده يعني لو حد يلعب معايا في الموضوع 12 روت 3. ده بالنسبه لل 30 يا سيدي. فاضل بقى نرجع على ال 45 90. لو حصل اللي انت حصل يعني هتخش تاني، ما حصلش بقى احنا بنخلص ان شاء الله خلاص. ان شاء الله نلحق الموضوع يرسم اللي فاضل لنا 45 90. يبقى كده رجعنا على كل الحاجات الحمد لله اللي فاتت. ال 45 90 من مميزاته ايه؟ هو بيسموه حتى المثلث القائم المتساوي الصحيح. ليه بقى؟ اي مثلث في الدنيا يا جماعه في زاويتين قد بعض بيبقوا الضلالين دول على طول. ده مشهور كده بيسموه مثلث قائم الساقين، قائم الزاويه متساوي الساقين. تمام؟ يعني بالانجليزي ايسوسيلس رايت انجل تراينج. ايسوسيلس يعني متساوي، رايت انجل يعني عنده زاويه 90. طيب فده لو هو اداني دوت مباشر جدا قال لي مثلا ده قال لي ده مثلا 14. لا خلينا ده الاول هيدولي مثلا 8 خلاص، وقال لي ده اكس وقال لي ده واي.
ده قد ما اعرف من البشر، يعني ده هيبقى برضه بايدي. بالنسبه بقى للواي، الواي الوتر بيجي ازاي؟ ان انا باخد ال 8 دي اعملها تايمز روت 2 روت 3 فيطلع 8 روت 2. يبقى كده الواي طلع كام؟ 8 روت 2. اللي بالاحمر ده يا جماعه الاجابات عشان تتذكر بس. طيب تعالى بقى لو دي عامل لي ايه؟ انا يعني عايز كويس ذاكر نفس المسائل دي ان شاء الله، لان كده هي لمت كل الافراد. طيب فدايما بقى لما بيحب يلعب معاها في حاجات زي كده يجيب لي مين يا جماعه؟ يجيب لي ده اللي هو اصلا في روت 2، يجيب لي من غير روت 2 يقول لي تاني. طب ده معروف ان ده في روت 2 دايما، لا انا جايب لك من غير روت 2. طالما يا جماعه اختلف عن طبيعته، يعني هو طبيعته اصلا في روت 2، طالما جايب لك من غير روت 2 اعمل لي ديفايد روت 2 على طول زي التاني اللي كان هنا بتاع ال 60. هو طول عمره بيجي في روت 3، لو جه من غير روت 3 اعمل له انت ديفايد روت 3، طالما اختلف عن طبيعته اعمل له ديفايد. يبقى انا هم ماسك ده عامل له ايه؟ هيطلب مثلا ادي الاكس وادي الواي، او ما انا عامل له ديفايد روت 3. اه يعني عايز اجيب الاكس واخد ال 10 اعملها ديفايد، هيطلع 5 5 روت 2. وطالما ده طلع 5 روت 2، طالما ده طلع 5 روت 2 يا جماعه يبقى ده برضه هيطلع 5 روت 2. يبقى كده برضه الواي هيطلع 5. زي الاكس بالظبط، الواي هيطلع زي الاكس بالظبط.